السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف ازاي نعمل برنامج ممكن يسأل على كلمة سر معينة، وحسب المستخدم دخل كلمة سر مظبوطة ممكن يدخله او غلط فيقول له لا مع السلامة. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هخلي فيه متغير اسمه اكس، ده انا هنخزن فيه القيمة. يعني اجي هنا واقول له ان اكس دي بتساوي انبوت، ماشي. طيب الانبوت ديت اهي. طيب كده خلاص هو في انبوت، بس ايه اللي يعرف المستخدم يدخل ايه؟ فلازم ممكن كده جوه واقول له اكتب له رسالة قول له ما هي كلمة السر، ما هي كلمة السر. طبعا تقدر تكتبها بالعربي او بالانجليزي، بس انا قلت عشان نتأكد ان البايثون بيتعامل مع اللغة العربية. طيب هو اداني دلوقتي كلمة السر، فانا لازم اقول له بقى ايه؟ اف الاكس، لو الاكس دي بتساوي مرتين على اساس يقدر يقارن بين الاتنين، هقول له اكس بتساوي لو هي بتساوي مثلا كلمة السر، هنفترض ان هي مثلا مثلا حصان مثلا، لو هو دخل لي كلمة حصان اهو واديله نقطتين واقول له انتر، فيبدأ بقى يقول لي اه طب دخل كلمة حصان اعمل ايه؟ فاقول له خلاص اطبع له كلمة مثلا برنت واقول له صح رايت. طيب لو هو طبع او اداني كلمة سر غلط، فاقول له لو هو اداني بقى كلمة غلط else، وادي له نقطتين واقول له اطبع له رونج. طيب نجرب بقى كلمة السر كده ران. طيب في تقريبا مسافة بس قبل الاكس نشغل، بعد ما غنى المسافة سألني ايه هي كلمة السر، فاقول له اي كلمة تانية غير كلمة حصان وقول له انتر، قال لي رونج. طيب تعالى نعمل كده تاني، وبعد كده هكتب له كلمة حصان قال لي رايت. فهي دي الفكرة، ان هياخد مني معلومة وبعد كده يقول لي اذا كانت الكلمة دي بتوافق اللي معايا ولا لا.